مساء الخير جميعا، نرحب فيكم في وعد المحرق ضمن برامجنا اللي نحاول نحن نسلط الضوء فيها على مجموعة من القضايا اللي تهم الناس بشكل عام. الليلة موضوعاتنا حول المجالس البلدية، وعنواننا مجالس بلدية منتخبة أم أمانات معينة. نرحب هذه الليلة بالمتحدثين الكاتب محمد حسن العرادي والأستاذ محمد عبد الله منصور نائب المجلس البلدي العاصمة، نائب رئيس سابقا. نرحب بهم اثنينهم. مجالس بلدية منتخبة أم أمانات معينة؟ بالعادة حين نضع عنوان لأي ندوة ترد الآراء في داخل الجلسة أو حواليها إنه يعني عنوان جيد، أفضل زيدوا عليه كلمة، لكن هالمرة يعني وإحنا نحط العنوان يعني شوي يعني الحديث كان مختلف. واحد يقول هاي العنوان صح، واحد يقول غلط، واحد لا. من يا جماعة، مو مجالس، مو أمانات أمانة واحدة، لا لا، مجلس للكل. عنواننا غلط صح ما ندري. من اللي قال مجلس بيصير؟ من اللي قال بيصير أمانات؟ الموضوع إن تطرح يعني بالونات أو تسريبات أو غيره، كل هالهيلمان ما حد يدري وين مصدره. من اللي يصدر القرار في هالموضوع؟ من صاحب القرار في هالموضوع؟ من يجب أن يعطي القرارات؟ هذه هو المجهول. ففي كل مرة تأتينا أشياء ما ندري وين مصدرها، ونقعد مثلا نسأل عنها، نتحاور فيها، لكن بعد فترة نشوف تثبت هاي الأمور، هل تطرح ضمن آليات صح أو أكيد يعني مو صحيح إن بس تطلع لنا بهالطريقة. يعني على العموم نبتدي الجلسة أو نبتدي الندوة بالأستاذ الكاتب محمد حسن العرادي، تفضل. مساء الخير. أولا كل الشكر للإخوان في جمعية وعد، والشكر إلى الأخ عزيز مدير الندوة الأخ رائف. أنا سعيد بأن أكون بينكم، وأيضا سعيد بأن أكون مع أخوي محمد عبد الله منصور أبو هادي نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة الذي حل وحول إلى أمانة عامة. تجربة المجالس البلدية، طبعا راح أعطي خلفية تاريخية، ويعني اعذروني إذا أطلت شوي، لأن يعني أنا لغاية اليوم كان المفروض أن أنا بروح في الندوة فخدت راحتي يعني، بس بحاول أختصر. تجربة المجالس البلدية تعتبر هي العلامة الفارقة في ما سمي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكانت هي العمود الفقري أو رئيسي في تجربة بناء الدولة الحديثة، لأن انطلقت في بداية عهد الاستقلال في العام 1971. أما المجالس البلدية فلم يكن لها أي نصيب يعني اللي هو في العملية الديمقراطية اللي بدأت في هذه السنة. في عهد الاستقلال كان متوقع أن المجالس البلدية تعود، بس في حقيقة الأمر كان عهد الاستقلال في 1971 هو العام الذي بترت فيه تجربة المجالس البلدية بعد 80 سنة، يعني كانت موجودة من 1919 لغاية 1971. في 71 سكر على التجربة. مؤخرا في عام 2014 صوت مجلس النواب على إلغاء مجلس بلدي العاصمة. أعتقد بأن مجلس النواب بهذا التصويت على تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة بلدية العاصمة وضع البذور الأولى لعملية التراجع من جديد في نظام المجالس البلدية. قراءة تاريخية: بلدية منامة تعتبر أول مجلس بلدي أسس في منطقة الخليج والجزيرة العربية، وهي سبقت عدد من دول العربية أيضا. تأسست البلدية في عام 1919، ثم بعد ذلك بتقريبا 20 سنة تأسست بلدية الكويت. بلدية مسقط تأسست في سنة 38، بلدية دبي تأسست في سنة 54. وطبعا تعرفون الفروقات اللي صارت بين
بحرين بين دبي دبي وين وصلت وإحنا بعدنا قاعدين نحبه. دول عربية سبقتنا في تأسيس بلديات. القدس تأسست في سنة 1863، تونس تأسست في سنة 1865، بيروت تأسست في سنة 67، بينما عمان تأسست في سنة 1909. بين البحرين وبين عمان تقريبا 10 سنوات. الإشارة المهمة الإشارة إلى أن قانون البلديات أول قانون صدر كان في 20 يناير في 1920 وأنشأ البلدية في البحرين، وكانت مسؤوليتها تشمل مسؤولية الأمن وحفظ النظام، الصحة والرفاهية، شق الطرق، تنظيم الأسواق العامة، مراقبة المذابح، توحيد الأوزان وإسالة المياه. لم يخرج من عباءة البلدية سوى الجمارك، لأن الجمارك كانت مصدر دخل وكان إيوان يفصلونها بشكل أو بآخر في ذيك السنة. من سنة 1919 تقريبا لغاية قريب من عهد الاستقلال، بالتحديد يمكن لغاية 54، كان في 3 أخوان يعني تعاقبوا على رئاسة مجلس بلدي العاصمة، هم أولاد الشيخ عيسى بن علي. أول مجلس بلدي تأسس في سنة 19، كان يتكون من 8 أعضاء ورئيس عبد الله بن عيسى. بعد ذلك بسنة واحدة استلم الرئاسة أخوه حمد بن عيسى. في العام 1929 سلم رئاسة المجلس البلدي محمد بن عيسى. فهي 3 أسماء. في هذا العهد في عام 29 رفع عدد أعضاء مجلس بلدي المنامة من 8 إلى 20. نصف العدد كان بالانتخاب ونصف العدد كان بالتعيين. يعني عام 1929 كان يعتبر هو عام انطلاق المشاركة الشعبية فعليا في البحرين. كان أول تعداد رسمي في البحرين يجرى في سنة 1941. في هذا العام كان تعداد سكان البحرين 89,970,000، يعني في حدود 90,000. كان نسبة البحرينيين منهم 82.3 بمعدل 74,000 تقريبا، وغير البحريني كانوا تقريبا 15,000. معنى ذلك أنه عدد البحرينيين في سنة 1920 عام أول مشاركة شعبية كانت تقريبا في حدود 50,000 نسمة، أقل شوي أكثر شوي، يعني خلال 12 سنة ارتفعوا بمقدار 40,000 بما فيهم الأجانب اللي كانوا في 15,000. كما أشرت كان 1920 عام المشاركة الشعبية واللي تحققت أول مرة، وكان المجلس البلدي يتم انتخابه كل سنة مش كل 4 سنوات مثل ما احنا موجودين. في عام 38 رجع الشيخ عبد الله بن عيسى استلم المجلس البلدي اللي كان اول رئيس للمجلس 1919، وبقي في هذا المنصب 18 سنه حتى سنه 1956. في هذه السنه طبعا تعرفون ان كانت اللي هي ايام هيئه الاتحاد الوطني اللي تم على اثرها نفي وترحيل قاده الهيئه الى جزيره سانت هيلانا بالهند، برز اسم الشيخ عيسى بن سلمان اللي كان ولي العهد اول مره، فاستلم بالاضافه الى ولايه العهد مجلس بلدي المنامه واستمر فيه 6 سنين. في عام 61 الشيخ عيسى صار امير دوله البحرين او الامير في البحرين، واستلم مكان الشيخ خليفه وبقى بعد 6 سنين لغايه 1967. في هاي السنة تفرغ الشيخ خليفة إلى رئاسة المجلس الإداري للدولة، وتسلم الرئاسة للمجلس البلدي الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة اللي صار ولي وزير العدل والشؤون الإسلامية. الانتخابات استمرت في العمل البلدي لغاية 1971، وبعدين وقفت مع الاستقلال الحمد لله. في عام 74، من عام 74 لغاية 91 كان في شغلة، عام 2001 كان في شغلة اسمها الهيئة البلدية المركزية، وهي تأسست في سنة 1973 بموجب المرسوم رقم 16 لسنة 73، وأسندت رئاسة المجلس إلى الشيخ عبد الله بن خالد. أصدر الشيخ خليفة مرسوم في سنة 74 بتعيين أعضاء المجلس، وكانوا عددهم تقريبا 14 عضو. هاي 14 عضو اسمهم موجودة، يعني اللي يبغى يطلع عليهم نعطيهم إياها. هاي المادة الأولى نصت على التعيين، كان التعيين مناصفة 14، 7 شيعة و7 سنة، هاي أول مرة تصير المناصفة. وكان في مجلس البلدي في شخص واحد من الأسرة الحاكمة محسوب على الحصة السنية. المادة 2 نصت على أن يعين إلى جانب ال 14 عضو المعينة واللي أغلبهم أعيان ووجهاء وإلى آخره، مدراء دوائر اللي لها علاقة بالعمل البلدي، فأصبح العدد
تقريبا 28 عضو. طبعا هذا يرجعنا الى انه في عام 29 كان العدد مال المجلس البلدي وصل الى 24 عضو. ملاحظه مهمه جدا، المرأة البحرينيه شاركت في الانتخابات البلديه في العام 1951. البلديات تنتشر في البحرين. البلديه المنام لم تكن البلديه الوحيده اللي تاسست في ذيك الفتره من زمان. كان في بلديه المحرك تاسست في سنه 29، بلديه الرفاع في 51، بلديه ستره في عام 57، جد حفص 58، مدينه الحد انفصلت عن المحرك في 63، مدينه عيسى تاسست في 68، المنطقه الغربيه 70، الشمالي ايضا 70، الجنوبي ايضا 70، والمنطقه الوسطى في 74، ثم مدينه حمد في عام 85. عملية إحياء المجالس البلدية إثر وفاة الشيخ عيسى والسلام الملك حمد رأس الحكم في 6 مارس، طرحت فكرة العمل البلدي أو الانتخابات البلدية بعد أن توقفت 32 سنة. يعني لاحظوا إحنا كنا نتكلم عن أن المجلس النيابي توقف 27 سنة، البلدي وقف 32 سنة، بس ما إحنا ما نحس فيها مع أنه أكثر علاقة بالخدمات. وبموجب المرسوم رقم 35 تم توزيع إعادة توزيع البحرين إلى 5 مناطق فقط، اللي هي اللي تعرفونها، المحرق والمنام والشمالية والجنوبية والوسطى. يعني في هذه السنة بالتحديد احنا خسرنا 6 مجالس بلدية، لأن كان العدد المفروض يكون 11 مجلس بلدي أو 12 مجلس بلدي بالإضافة إلى العاصمة. مفارقة تاريخية فقط لفتة، أنه في انتخابات 73 طبعا كان فيه مشاركة ومقاطعة، وفي انتخابات 2002 كان فيه مشاركة ومقاطعة، تقريبا نفس التيارات السياسية اللي شاركت واللي قاطعت، باستثناء تيار جمعية الوفاق اللي كان ممثل سابقا في جمعية في تيار حزب الدعوة، اللي شارك في انتخابات 1973 وقاطع في 2002 في العمل البلدي، لكن في عمل النيابي لكن شارك في العمل البلدي. أبرزت الانتخابات واقع جديد، فقد فازت جمعية الوفاق بعدد 8 دوائر من أصل 10 في مجلس بلدي العاصمة، وفازت ب5 مقاعد في مجلس بلدي الوسطى و8 مقاعد في مجلس بلدي الشمالية ومقعدين في مجلس بلدي المحرق، وبالتالي هجمعت 23 مقعد من أصل 50 مقعد في أول دورة بلدية اللي هي عام 2002. وكان هذا مؤشرا سلبيا بالنسبة لأطراف معينة في الحكومة. لم تكتفي الوفاق بالسيطرة على هذا العدد من المقاعد، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فتبوى عناصرها مقاعد الرئاسة في 3 مجالس اللي هي العاصمة والشمالية والوسطى. أعتقد بأن هذا كان يعني أن الوفاق قد أصبحت تدير العمل البلدي لأكثر من نصف سكان البحرين، ذلك أن عدد السكان في تلك الفترة كان تقريبا 710,000، وكان عدد البحرينيين 730,000 أو 750,000، وبالنسبة 60% من السكان، وكان مجموع سكان المحافظات التي تقع تحت إدارة الوفاق في حدود 498، يعني في حدود 500,000 نسمة، يعني 76% من المواطنين البحرينيين أو من سكان البحرين كان تحت إدارة الوفاق. أعتقد هذا الموضوع كان غير مقبول. أعتقد ملاحظة، أعتقد بأن استقرار استفراد الوفاق بكامل المقاعد في طوال فترة مشاركتها من 2002 إلى 2014 كان خطأ استراتيجيا، فقد حملتها الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات التي حدثت في تجربة المجالس البلدية. تقليص الدوائر البلدية ومساواتها بالنيابية. في عام 2006 تم تقليص الدوائر البلدية من 50 إلى 40 ومساواتها بالعمل النيابي. ومع ذلك حافظت جمعية الوفاق على تفوقها في مجالس بلدية 2، يعني خسرت مجلس 1، حافظت على العاصمة وحافظت على الشمالية، بينما خسرت الوسطى لأن انخفض العدد مالها في الوسطى من 5 إلى 4. وبالتالي هذا الانخفاض أدى إلى أن عدد مقاعدها نزل من 23 إلى 18 مقعد، وانخفضت بنسبة 1% من نسبة التمثيل تقريباً. يعتقد البعض، أنا أبغى أحاول أخطر شوي، أعتقد أن الهاجس الذي دفع إلى التفكير الجدي بالبحث عن مقترحات لتغيير تغييرات في المجالس البلدية ترفع يد المعارضة بتحدي الوفاق عن البلدية كانت سياسية اجتماعية واقتصادية، وكان الحل هو أن يتم تحويلها إلى أمانة بلدية بالتحديد العاصمة.
يعتقد البعض وأنا منهم بأن الدور الكبير السياسي الذي لعبه السياسي الأخ معتقل مجيد ميلاد الله يفرج عنه رئيس مجلس بلدي على حساب دوره كرئيس مجلس بلدي عاصمة كان أحد الأسباب التي ساهمت في الدفع بالتغيير من الأمانة العامة من المجلس البلدي إلى الوزارة إلى الأمانة العامة. الوزارة تخفق في تخنق المجالس البلدية. واضح كان أن هناك توجهات بكتم العمل البلدي لأن العمل البلدي في تماس يومي مع الناس. وزارة البلديات تحكمت في العمل البلدي بشكل كامل منذ اليوم الأول من خلال إنشاء صندوق مشترك للميزانية بين المجالس البلدية، وهذا الصندوق يسرق ويوزع من قبل الوزارة. كرسي الوزير، تعتبر وزارة البلديات أقل الوزارات الحكومية استقراراً، وكان من الصعب أن يستمر أي وزير، يعني خلال 12 سنة، طبعاً 80 سنة كان يرأس مجلس بلدي أو البلدية لازم شخص من آل خليفة، من سنة 1919 لسنة 2002، ما في أحد ثاني استلم الوزارة. زين؟ 2002 نعم. بعد من 2001 استلم الوزارة جواد العريض، وهو كان أول واحد من خارج العائلة يدخل. بعدين الدكتور ستري، بعدين علي صالح، بعدين منصور رجب، وبعدين الوزير جمع الكعبي اللي استمر في الوزارة 6 سنين، أطول فترة تقريبا خلال هذه الفترة. علي صالح قلت له، علي صالح اللي هو قبل منصور رجب، كان سنة واحدة فقط من 2005 إلى 2006. منصور رجب كان سنتين 2006 إلى 2008، وتعرض لموضوع الاستجواب وصارت هاي الدربقة، وصارت أول مرة يصيرون اصطفاف طائفي داخل مجلس النواب. الناس معه كان اعتقد احمد عطية الله مقدم للاستجواب، وجسمه بعد مقدم للاستجواب. عموما في عهد هذا الوزير تمت اول عمليه فصل لاعضاء بلديين بالانتخاب، لو بعد الوزير جمع الكعبي، حين فصل اعضاء مجلس بلدي الوسطى 5.4، وكان هذا طبعا مخالفه دستوريه كبيره جدا، و7.2 فصلوا 1 لو مجلس بلدي محرر. مجلس بلدي أمانات معينة. سؤال، عندما شرعت تجربة المجالس البلدية المنتخبة بالكامل بموجب المرسوم برقم 35 كان عدد البلديات الرسمية 12 بلدية، وبناء عليه كان يتوقع أن تكون هناك 12 مجلس بلدي، لكن الحكومة سوت 5 مجالس بلدية، وكل الجمعيات السياسية والشخصيات المعارضة سكتوا واستأنسوا بالتجربة في الانتخابات، مع أن كان مفترض أن يطالبون بهذا الموضوع. أعتقد أن هذا الموضوع كان خطأ. في عام 2014 تم تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة بلدية العاصمة، وهو ما يعني تقليص عدد المجالس البلدية إلى 3 مجالس فقط بنسبة 27%، بعد ما قلصهم أوريدي بإلغاء مجلس بلدي الوسطى وصار العدد 4 فقط، صار كان 36% فقط من الانتخابات السابقة. أعتقد بأن تجربة التعيين في أمانة العاصمة أثبتت بأن الحكومة قادرة على اختراع أو اجتراع الحلول وتنوير الزوايا لإبعاد كل من يخالف توجهاتها. منذ 14 سنة مضت ومجلس بلدي المحرق يضم بعضا من الأعضاء الذين لا يتواجدون، أي إشارة فقط، لأن أنا أعتقد أن مجلس بلدي المحرق هو الذي سيلحق العاصمة في موضوع التحول إلى أمانة عامة. الأسباب أنه 14 سنة هذا المجلس في خلافات مستمرة، مجلس بلدي محرق، وبعض الأعضاء في مجلس بلدي محرق ما يحضرون أصلاً، في أشخاص كانوا موظفين موجودين لا يزالون، واحد منهم كان في بنك استمر 8 سنوات هو موجود في بنك، يروح يداوم في البنك يأخذ معاش البنك ويجي يأخذ معاش البلدي. الآن في واحد ثاني بعد عنده شغلة أخرى، والقبل بعد نفس الشيء. زين، أعتقد بأن بعد مقاطعة جمعيات المعارضة وخاصة الوفاق في الانتخابات البلدية 2014 أصبح مجلس بلدي المنطقة الشمالية لا يختلف كثيرا عن مجلس بلدي المحرق، لأن اللي فيه أيضا في خلل في الإنتاجية والتركيبة. أصبح مجلس بلدي الجنوبية الذي كان يعتبر أصغر مجلس بلدي أصبح اليوم أكبر وأقوى مجلس بلدي في البحرين. اليوم مجلس بلدي الجنوبية أصبح مسؤول عن 30% من سكان البحرين بروحه، وأيضا أصبح مسؤول عن 70% من مساحة البحرين بمساحة تقدر ب 523 كيلومتر من أصل 760 كيلومتر مربع تقريبا مساحة البحرين. سؤال الندوة،
ينتظر المجالس البلدية في البحرين مستقبل مظلم حسب ما أتصور، فلقد سلبت معظم صلاحياتها وأصبح العديد من أعضائها البلديين لا يفكرون سوى في الامتيازات وما يمكن إنجازه لمصالح شخصية فيما يتبقى لهم من وقت في هذه المناصب. مع التقلص في حجم الميزانية العامة والتقشف الذي تشهده البلاد، تم توقيف أو تأجيل العديد من المشاريع البلدية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الحدائق والمنتزهات والساحات الشعبية، الأمر الذي سيحرم المجالس البلدية من قدرتها على تقديم أي خدمات للبلدية للمواطنين. مشروع البيوت الآلي للسقوط أيضا سقط، وبالتالي أيضا فقدت المجالس البلدية عنصر من عناصر القوة. مشروع ترميم المنازل أيضا سقط وتوقف، أيضا فقدت. تم توقيف ميزانية الاستملاكات الذي كانت تديره البلديات، والميزانية المخصصة للبرامج المجتمعية أيضا تم توقيفها، وبالتالي أيضا سحب من المجلس البلدي أو مجلس بلدية مواقع قوة. تم سحب أو توقيف أو تقليل الصلاحيات المالية التي كان يتمتع بها المجالس البلدي ورأسها، وأصبحت الإدارة المالية متمركزة في يد الوزارة. كانت خطوة دمج وزارة البلدية وإلحاقها بوزارة الأشغال القشة التي قسمت ظهر المجالس البلدية، فلم تعد هذه المجالس تحظى بالاهتمام المطلوب. إنقاذ تجربة المجالس البلدية، وبأختمنا ما أطول أكثر من كذي، أعتقد بأن إنقاذ تجربة المجالس البلدية يمكن من خلال إعادة تشكيل المجالس البلدية وفصل الدوائر البلدية عن الدوائر النيابية. في المجالس البلدية هي النواة الأولى الديمقراطية في أي بلد يريد أن يتطور. إن أول الخطوات التي يمكن القيام بها هي العودة لنظام المناطق البلدية الذي كان معمول به، يعني العودة إلى نظام 12 مجلس بلدي أو 12 بلدية. يمكن الاستفادة من النظام البلدي لبعض الدول التي تحدد عدد المجالس البلدية بحسب السكان في كل منطقة. أعتقد أن زيادة عدد المجالس في البحرين سوف يساهم في تقليص النفقات وترشيد الإنفاق وليس العكس. مطلوب فصل التداخل في الصلاحيات بين المحافظات والمجالس البلدية، كما أن من المهم رفع أيدي السادة أعضاء مجلس النواب عن التدخل في القضايا المتعلقة بالعمل البلدي، ويجب إعادة الاعتبار للمجلس البلدي وأن تكون تجربة النواة الأولى لتطوير تجربة أن تكون هي التجربة لتطوير الديمقراطية في البلاد إذا كانت هناك نوايا صادقة في هذا المجال. أعتقد أن الوقت قد حان لمشاركة أوسع وأكثر تنظيم في تطوير العملية البلدية. فقط يعني بعدين بأتعرض لهذه النقطة، هي مقارنة مع بعض البلديات الأخرى. اللجنة التي اقترحت تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة بلدية العاصمة كانت من 5 أشخاص قدموا مقترح للتاريخ، هاي الأسماء يجب أن يحفظون ويذكرون، هم أحمد إبراهيم الملة، أحمد عبد الواحد قراطة، عادل العسومي، خميس الرميحي، وعيسى الماضي. مجلس أمانة العاصمة الآن يتكون من 13 عضو برئاسة محمد الخزاعي وأعضاء آخرين أغلبهم من أعضاء من رجال الأعمال والوجهاء والعيان. شكرا لكم وأسف على الإطالة. شكرا أبو حسن. بس 5 دقائق زود. بس 5 زود. فوق ربع ساعة. تفضل. تفضل سعد محمد عبد الله منصور. السلام عليكم. أعتقد تبني جمعية وعد إلى هذا الموضوع مهم جدا، خاصة في هذا الوقت والفترة القادمة، لأن إحنا نسمع وتسرب إلينا أنباء بتوجهات تتعلق سواء كان ما بهمنا الآن العنوان في المجال الخدمي يصار إلى أمانات متعددة أو أمانة واحدة إلى كل البحرين أو مجلس بلدي مركزي، والمجلس البلدي المركزي كان واحد من الخيارات من قبل بداية المجالس البلدية في 2002، كان بين المركزية وبين التعددية، وأعتقد أن الخيار في النهاية راح إلى التعدد، وقد الآن يصار إلى الرجوع إلى المركزية مرة ثانية، وهي واردة وقوية وتخدم الوضع الاقتصادي في البلد حاليا. أنا أتمنى يكون أيضا الجمعية تواصل طرح هاي القضايا الخدمية
لأن احنا نتفق أن الملف السياسي مهم عندنا، الملف الاقتصادي مهم أيضا، ينبغي أن نعطي للمجال الخدمي دوره، والموضوعات نسلط عليه أكثر من جانب خدمي، من موضوعات الخدمية نسلط عليها الضوء. خاصة أقول لكم الفترة الجاية إحنا نحتاج إلى هذا الجانب، ونحتاج إلى رؤى متعددة، إن كان يراد يعني إلينا أن إحنا نطلع بتجربة ما أقول فيها نجاح كبير، لكن تجربة ناجحة ما تعتمد على تعثرات كل مرة إحنا والله المرة جبنا أمانة للعاصمة، والآن في تفكير أمانة إلى المحرق أيضا، يعني لا زال في نوع من الارتباك فيما نستقر عليه في مسألة الجوانب الخدمية في البحرين. فإحنا ما نبي نمر بتجارب كلها فيها إخفاقات، والله مرة هالمرة نسوي هاي الطريقة وبعد 4 سنوات نغير طريقة، نبي في النهاية نستقر على شيء ونطوره. ما في شك إن أستاذ محمد طبعا طرح الجانب التاريخي، نربط الماضي بالحاضر بالمستقبل القادم، شيء جيد. يعني احنا في العنوان عندنا أمانات، أو أنا ما حاولت أتشبث بالعنوان نصا، ممكن قلت لأستاذ رائد من البداية الاعتبارات راح أذكرها في الآن بعد شوي، ولكن أي مسيرة خدمية حتى احنا نأمن لها نسبة عالية من النجاح بتتطلب جوانب أساسية، سواء كان راحت في أمانات أمانة أو أمانات متعددة، أو في مجلس واحد أو مجالس متعددة. ما لم تتواجد في هذه الثلاثية من العناصر الرئيسية فهي والمجالس الفاقدة لأي صلاحية الموجودة حاليا سيان، ما في فرق حتى لو اختلف العنوان. مثل الآن احنا في العاصمة أنهوا المجلس البلدي، جابوا أمانة عامة. الأمانة العامة مع فرضية أن أمانة للعاصمة موجود في الأعراف الخدمية، عندنا أمانة الرياض، أمانة مسقط، عندنا أمانة عمان في الأردن، يعني التجارب موجودة ولكن لم تطبق بالصورة اللي فعلا تفيد المواطنين والمقيمين. في أي جانب؟ أولا المجالس البلدية السابقة كان لها تمثيل للأهالي، بينما الآن تجربة الأمانة سرقت وأخذت التمثيل، حتى الاستدراكات اللي كان وجهت إلى أمانة العاصمة الحالية على أساس أن لو كل عضو يكون مسؤول عن دائرة معينة، حتى هذه ما أخذوا بها، فأصبح المواطن المقيم حائر إلى أين يتوجه. صح أنه يقول لك والله إحنا عندنا مجلس في الأسبوع، ممكن أي واحد عنده قضية يجي من مجالس العامة يعني، أو يكتب إلينا خطابات، بس هذه ما تعالج كثير من القضايا الخدمية إحنا اللي نحتاجها. يعني كان لما الأعضاء المنتخبين السابقين موجودين يمثلون الأهالي، كان الأهالي مرتاحين حتى لو يعرفون أن ممكن الأعضاء ما كانوا محققين لهم بزود يعني، لكن أكو قاعد إذا عنده مشكلة أكو قدامه واحد قريب يشكو إليه ويتابعه ويحاسبه، على الأقل في هاي الحد الأدنى يحس أن في الجانب الخدمي في عنده ممثل هو ينتخبه ويحاسبه ويستمر وياه في المتابعة، بينما في التجربة الحالية فقدت هذا الجانب. كنا ظنينا بعد أن التعيين طالما جاء بإرادة ملكية بتعيين ملكي أن تكون الصلاحية أكثر، اتضح أن نفس صلاحية المجالس البلدية هي نفسها صلاحية الأمانة العامة. فإحنا حسب تعبيرنا يعني الشعبي إحنا نقول يا زيد ما غزيت إذا ما تراجعت يعني أنت. ففعلا أنت ما نقلت التجربة إلى وضع
أفضل. أنت إذا ما خليتها ترجع إلى الوراء أنت جمتها كما هي. اليوم طبعاً أنا أسأل فيها أستاذ محمد على أساس الطرح هذا، كان يقول لي ركز على تجربة المنامة. طبعاً أنا بتوقف شوي عند هذا الجانب، ما هي الأسباب دفعت الأسباب الحقيقية؟ طبعاً إحنا عندنا أسباب يعني نقول ظاهرية في حل مجلس بلدي العاصمة، إن مجلس بلدي العاصمة يتدخل في السياسة هذا اللي يسمونه، وأنه يعطل مصالح المواطنين، هذا الشعار الظاهري فيه. لكن الأسباب الحقيقية إحنا من نبدأها من 2011 وهي بداية الأحداث، شارك عدد من الأعضاء البلديين وبالذات في العاصمة في حراك هذه الأحداث كمواطنين، كمواطنين شاركوا، هاي طبعا حسبت عليهم أولا. الشغلة الثانية وقفوا ضد عدد من المشاريع الكبيرة المتنفذين من تنفيذها، فأيضا هذه حفزت عدد من المتنفذين عليهم وحاولوا يحركونه في أجواء متعددة وخلوا إطار المجلس النيابي كنوع من الآلية في الاتجاه إلى عملية الحل. يضاف إلى ذلك أن العاصمة صايرة في غالبيتها في يد المعارضة، ومثل ما تفضل سار محمد أخونا العزيز أن في البعد التاريخي ما كان المعارضة تحوز على الغالبية في العاصمة، بل أن كان في الأغلب كان من العائلة الحاكمة. أما الآن صار شيء من 2002 إلى 2014 لنهاية دورة المجالس البلدية في العاصمة كلها ذا الصبغة أن المعارضة هي المسيطرة عليها، فهذا أيضا تمثل إشكالية. يضاف إلى ذلك أن مجلس بلدي العاصمة رفع وصعد خطابه واصطدم مع الوزراء المعنيين وبالذات وزير البلديات أيا كان، وخاصة بالنسبة إلى الوزير السابق، بسبب سحب العديد من يعني هو من الطبيعي من 2002 الصلاحيات إلى المجالس البلدية كانت محدودة، يعني ليست من الصلاحيات يعني نقول في حد معين معقول، استمر إلى نصف الدورة الثانية يمكن 2008 من بعده بدأ عملية سحب تدريجي إلى أن وصلنا إلى 2014 ما عادت المجالس البلدية إليها نقول صلاحية ممكن أن تستحق أن يعني تواصل عملها. وبالتالي هم يعني في توجه فعلا أنه خلاص ينهون دورها وجابوا الأمانة، لأن الأمانة بتكون أبسط يعني أمانة معينة وبإمكانهم أنهم يتكيفون معاها، ولكن حتى الآن هم ما خدموا الأمانة لأن جابوا العديد من الشخصيات فيها مع احترامنا إليهم من أصحاب الأعمال متعددين متباينين، جو مع الأسف ما جو على أساس أنهم يستمر يعني على الأقل يسوون غربلة إلى الموضوعات السابقة في المجالس البلدية ويأخذون منها الزبدة ويواصلون عليها، كأنما أشبه ما يبون يبدأون تجربة جديدة. يعني كل المراحل 14 سنة راحت من التجربة البلدية صارت إلى الوراء، ما يريدون يبدأون بها، كان عندهم نظرة سلبية على المجلس البلدي السابق وبالتالي ما يبون أي قضايا تابعها سابقا. هاي طبعا أثرت وما زال الإرباك واضح إلى حد الآن. وكان بودي أن كان المفروض المهندس محمد الخزاعي رئيس أمانة مجلس العاصمة كانوا على أساس عندهم نية يجون يكونوا موجودين على الأقل يطرحوا وجهتهم، لكن الظاهر انشغلوا ما استطاعوا أن يجون. بس إحنا نقول لهم خدكوا يمكن يعملون استبانة بسيطة إلى جمهور المواطنين في العاصمة وخلي يشوفون مدى إحساسهم إنه موجود فعلا من يمثلهم خدمين ويتابع قضايا. الإرباك موجود في هذا الاتجاه.
أي الآن بعد خدمي قادم في أي اتجاه كان بأي مسمى كان، ما من اختلف المسميات، لازم تتواجد في الأمور الثلاثة الآتية: صلاحيات أكبر زائد تمثيل للأهالي حقيقي زائد موازنات مالية إلى المشاريع. من غير هاي الأشياء الثلاثة، سواء كان قلنا أمانة أو أمانات أو مجلس أو مجالس، ما بتبقى هي صورية، عناوين جوفاء خاوية إذا ما وجدت فيها هذه العناصر الثلاثة. أنا بكتفي طبعاً بهذا المقدار، ممكن إحنا راح نتيح مجالي للمناقشة إذا في من، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.